السلام عليكم، وعيدكم مبارك، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله، وكل المسلمين إن شاء الله بخير. كل المسلمين سواء خارج الوطن ولا داخل الوطن، وعيدكم مبارك، وكل عام كنتم بخير. عيدكم مبارك وتعيدوا وتزيدوا، وكل عام أنتم بخير، وتهانينا لكل المسلمين إن شاء الله. السلام عليكم، بمناسبة عيد الفطر نتمنى للأمة الإسلامية والأمة الجزائرية عيد مبارك، كل عام ونحن بخير، ألف مبروك على الجزائر، ربي يحفظ لنا البلاد إن شاء الله، وشكرا لقناة البلاد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا، يعني خاصة في هذا العيد. يعني عليكم عيدكم مبارك، الأمة الإسلامية إن شاء الله كل عام بخير، وتقبل الله منا ومنكم، نتمنى إن شاء الله الخير للبلاد هنا، وكل عام وانتم بخير، وعاد الله علينا بالصحة والأمن والأمان. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة العربية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نتمنى الخير للبلاد وكل مسلمة، البلاد المسلمة نتمنى لها الخير. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله.